السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة انا صورت لكم مشترياتي، كان نفسي اصور لكم وانا في الهايبر اللي هو في فتح الله يعني ماركت، بس طبعا هناك منعين التصوير مش عارفة ليه. بس كده، فانا قلت يعني اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. هو عامل عروض حلوة جدا، وعنده برضو في قسم الجزارة عامل عروض، انا جبت من عنده حاجات. قبل ما ابدا بقى الفيديو ونتعرف مع بعض اشتريت ايه، متنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نتعرف على الحاجه اللي انا جبتها وهقول لكم على الاسعار كلها، هي شويه مشتريات كده للمطبخ. يلا بينا نشوف. زي ما قلت لكم جبت ايه. طبعا مبدئيا قبل اي حاجه، انا اكتر واحده بتكتب الحاجه في ورقه ما بتروحش تجيب اللي في الورقه، او بتجيب الفراغ بتجيب حاجات زياده عن الفراغ بكتير، خلاص. ف حاجات كتير انا بصراحه قوي ما كنتش ايه كتبتها في ورقه. هبدا بس ايه الاول، هبدا الاول بصوا في قسم الجزاره، بصوا اللحوم عندي فتح الله حلوه ازاي، اللي هي اللحوم اللي هي في قسم الجزاره الطازه البلدي مش المجمد، خلاص. انا كده اهو جبت 3 كيلو، تمام. شغل 3 كيلو ولا لا؟ انا ده كيلو كده الاول، نمسك الكيلو الثاني. طبعا ده الكاشير يا جماعه، يعني صراحه قلبي يا ناس، يعني ايه من 3 4، ادي كيلو، ادي 2 كيلو، خلاص. جيب بس ايه الصينية احط عليها الحاجات دي، عشان طبعا الحاجات دي انا هاخد وابدل على طول عشان احط في الفريزر، خلاص. دي كده احطها. طبعا ده اول فيديو مشتريات هعمله معاكم، حاجات المطبخ بتاعي اللي هو استهلاكي طول الشهر، خلاص. كمان ربع اهو، في تاني بس مش عارفه تكون بتسمعني كده. اجي المفروض جبت برضو من عنده كده من قسم الجزارة، حلوة قوي، تمام. خلاص ادي اللحوم اللي من قسم الجزارة اللي انا ايه جبتها. تعالي بقى ايه نشوف الحاجات التانية اللي انا جبتها دي. طبعا بصوا شايفين الكاشير، يعني طبعا انا مكنتش كاتبه كل الحاجات دي في ورقة يعني، بس الحمد لله يعني العروض بصراحة بتغريني. جبت شعرية حلوة قوي، شعرية المطبخ، تمام. جبت برضو ملح عشان ايه مبحبش الحاجة عندي بصراحة في البيت تنقص. عايزة اقولكم الحاجات دي انا جبتها بدري شوية، انا الحاجات دي المفروض بجيبها يوم 24 في الشهر، بس انا المرة دي جبتها بدري. جبت ملح، جبت شعرية، جبت شعرية تاني، جبت 3 كيس أصلا دي. خلطات برجر، أنا كنت بجيب خلطات البرجر سايبة من عند العطار، بس لقيت جربت قبل كده واحدة من دي، لقيت طعمها طعم التانية بالظبط،
فجبت دي برضو، جبت 3. بصوا هو ده اقول لكم عشان في ناس ايه بتبقى عايزه تجيب الحاجات دي، هقول لكم ده سعره عامل كام. اهو مانجي خلطة برجر، ده الواحدة عاملة 4 جنيه وربع. خلاص مكرونة المطبخ تحفة برضو، شعرية سوري مش المكرونة، الواحدة 4 جنيه ونص وعليها خصم، عاملين الواحدة 3 جنيه ونص بدل الواحدة 4 ونص. طبعا الملح ده عارفينه واحد جنيه، جبت 5. طبعا انا مش بحب اجيب دي، بس انا مرقه الدجاج اللي انا عملتها خلصت، وانا في وصفات محتاجاها قريب فيها مرقه دجاج، وانا ما عنديش لسه وقت ان انا اعمل تاني، فاشتريت واحده. دي برضو اللي عايز يعرف ثمنها، دي الواحده 5 جنيه. وطبعا جبت رنجه، اقول لكم بقى طبعا ده مش وقت شم نسيم ولا حاجه، هقول لكم انا جبت رنجه ليه. انا جبت رنجه عشان انا حماتي كده كمان كام يوم جايالي، وانا مش بلاقي حد ياكل معايا كده هوت غير ماما وبابا يعني، فانا مش جنب ماما وبابا، فانا هي فرصه، قلت فرصه بقى هي جايالي وانا بحب الحاجات دي فاكلها معاها يعني، فجبت رنجه من فتح الله الكيلو ب30 جنيه. بس بصوا نظيفه وحلوه جميله ازاي، لونها ذهبي. طبعا جبت واحد من ده اكسترا يدوي بتاع الغسالات العاديه عشان بستخدمه برضو، بقيه ابعده عن الاكل ده، الواحد ب15 جنيه. جبت كمان، جبت شوكليت شيبس عشان الايس كريم والحلويات وكده، بحب اعمل بيه برضو بيه ايه حاجات لسان. ده دول 210 جرام وزنهم اهو، عاملين 11 جنيه 55 قرش، هو سعر الكيلو 55 جنيه. بصوا يعني دول ايه 210 جرام بس كتير يعني، بصوا ما شاء الله حلو اهو. كيس ملح كمان، جبت كيلو دقيق من السايب، جبت بيكنج باودر تاجيل ملوك، خلي بالكوا عشان في بيكنج باودر طالع انا اتخميت فيه قبل كده، طالع نفس الشكل اسمه الرحاب، نفس الشكل ونفس اللون، فانا عشان كده قبل كده اتلخبطت فيه وجبته، اسمه الرحاب بس ده طبعا تاجيل ملوك. ما جبت تاني بس هتلاقيني في بقيه الفلوس يعني. وجبت كريم شانتيه، انا في واحده قبل كده سالتني كلمتني على الماسنجر على الكريم شانتيه اللي انا بستخدمه، انا بستخدم الخام دوت الكيلو، في كيلو عامل 94 وفي كيلو عامل 72، يعني انا ب94 ده انا جبته من بره من عند العطار من بره، من فتح الله جبته ب72، فانا ما اعرفش بقى العطار هو اللي مغليه ولا في فرق ما بينهم ولا ايه، بس ده خام مش محلى، ده اللي بيتعمل بيه الايس كريم، انا بعمل بيه الايس كريم، بعمل بيه رز بلبن، بعمل بيه كل حاجه. خلاص هو دريم يا جماعه مش اي نوع يعني، بصوا دريم اهو. جبت نشا لان انا ما بجيبش النشا اللي هو اللي في البواكي بتاع الشركات، بحب اجيب النشا اللي هو الخام دوت من عند العطار، ده برده جبنا عند ايه. جبت بقى ايه يا نوني، جبت ايه برضه اهو، انا جبت 4 من 2 اولانيين معاهم دول. خلاص طبعا انا كنت بستخدم موتزاريلا دومتي اللي هي الميكس الشيدر والجودة اللي هي اللي انا وريتها لكم قبل كده الحمراء، فكانت الكيس كان جرامات قليلة، كان عامل 28 جنيه. خلاص فانا بصراحة لقيته مش موفر بالنسبة لي، بس هو طعمه حلو، ف جبت السايبة دي، وهي بصراحة انا مش اول مرة اجيبها يعني، جبتها كتير قبل كده، ممتازة حلوة جدا، جايبها من فتح الله الكيلو ب50 جنيه. خلاص انا جايبة 40. طبعا لانشون جايبة ربع عشان ما بحبش اجيب كتير،
لانه بيعمل علامات كده بيضه. انا طبعا مش باكله لبنتي، انا بس جوزي اللي بناكله. بنتي صراحه لو عندكم اطفال ما انصحكوش تدوهم اللانشونات اللي من بره دي. انا ان شاء الله في حلقه هبقى اعمل لكم اللانشون البيتي. خلاص ده اللحيمي لانشون بقري كيلو، عامل هو ب84 وعامل عليه خصم ب62 جنيه، عامل عليه عرض يعني. انا بقول الاسعار عشان الناس اللي حابه تنزل تشتري. خلاص، وجبت الحلاوه البوادي دي. انا عاده ما بجيبش اللي هي العلبه اللي على بعضها، بحب اجيب الركات الصغيره دي عشان كل واحد ياخد على قد استخدامه. تمام، ما بحبش اجيب اللي هي العلب بقى كده اهوت ينزل فيها خرافيت عيش ورده وكده، ما بقرف منها بصراحه. دي العلبه فيها 30 قطعه ب 28 جنيه. وجبت طبعا ملوخيه بسمه. انا طبعا بفضل الملوخيه الخضراء. تمام، بس انا جبت بسمه دي لان هي فيها تقليه، فدي بصراحه انا جربتها قبل كده طعمها حلو قوي وبدوخ عليها، فلما لقيتها النهارده في الحله جبت منها ايه واحده. دي الواحده ب 10 جنيه ونص، في العاديه اللي من غير تقليه الواحده ب 9 جنيه. جبت منديل دي ب 23 جنيه. اهو بص مكتوب عليها 5 بكرات في بكره واحده. دي جواه يعني دي بدل ما تجيبي 5 بكرات. خلاص، انا كل مره كنت بجيبهم اللي هي الكذا واحده مع بعض، السته اللي مع بعض كل واحده منفصله عن التانيه، بس انا ايه حبيت اجيب دي على بعضها احسن يعني، وعلى فكره ارخص منهم يعني عليها عرض. طبعا جبت كلوريكس ابيض، كلوريكس الوان، وما لقيتش للاسف كلوريكس الباودر اللي انا كنت عامله لكم فيديو عنه. وطبعا يعني بصوا دي لازم كل شهر لازم كندراي بتاعت سالون. طبعا اخد ايد بقى مشتريات فتح الله. علبة روابي تحفة والله العظيم تحفة. انا عادة بجيب قوالب الزبدة اللي هي فرن وكده، بس روابي جميلة جدا يعني. انا ماما كانت جايبالي كذا واحدة وكده في رمضان، بس فحبيت ان انا اجيب منها تاني قبل ما تخلص من عندي. بس جميلة دي طبعا لازانيا الملكة من انضف واجود واحسن انواع اللازانيا في السوق. انا جربتها وعملت لكم قبل كده حلقه بتاعت اللازانيا، وهعيدها لكم تاني لان التصوير بتاعها ما كانش حلو قوي يعني. اهو بصوا دي العلبه ب 9 جنيه. وجبت نسكافيه عشان اعمل الكريمر والفوم بتاع النسكافيه والكابتشينو. طبعا عملته قبل كده، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في القناة، بس هعيد برضو تصويره لان تصويره كان في بداية القناة ما عملتها، فكان تصويره مش حلو. جبت طبعا خل ويدي فود. انا كل مرة بجيب هاينز بس ما لقيتش هاينز كبيرة، لقيت هاينز صغيرة، فجبت واحدة من دي ويدي فود. انا مامتي مجرباه وقالت لي عليه قبل كده ان هو كويس، فحبيت ان انا اجربه يعني. طبعا بصوا في جبنة بيضة كده طالعة اسمها روتس. تمام، انا جربت منها قبل كده النوع الازرق ده، تحفة جميلة جدا. فالنهاردة روحت جبت من كل نوع، في انواع كتير بس انا جبت 4 انواع كده مختلفين. جبتها بصوا دي اسطنبولية عادية. تمام، جبت واحدة فيتا، وجبت واحدة مكتوب عليها شيدر. انا اول مرة صراحة اشوفها، كنت شايفاها في الاعلانات لكن اول مرة اشوفها في فتح الله النهاردة، فجبت واحدة. وجبت واحدة اللي هي بالزيتون. تمام، جبت 4. طبعا عايزين تعرفوا السعر بتاع دي، اللهم صل على دي، كانت الواحدة عاملة 6 جنيه وربع. تمام، وجبت ايه تاني؟ طبعا جبت الصلصه دي عشان خاطر انا مش بحب البيتزا غير بالصلصه،
يعني انا عامله صلصه وطماطم في البيت، بس انا للاسف الصلصه خلصت من عندي، وبرده مستعجله في وصفه عايزه اعملها بالبيتزا، فاضطريت ان انا ايه اجيب واحده كده صغيره. وادي برضو فود تحفه، يعني حاجتهم نظيفه جدا وحاجتهم طبيعيه وحلوه. يعني هي نفس، بصوا نفس الشركه بتاعه الخل. نسخة الخل دي يا جماعه عامله كي مش عارفه تقريبا عامله 9 جنيه. فين خل؟ المشكلة ان الكاشير ايه كبير. عاملة 9 جنيه ونص وعليها خصم جنيه، يعني في اول الكاشير فوق مش عارفة باينة ولا لا، عاملة اهي 9 جنيه ونص خصم جنيه، ده اللي هي الخل. لكن وادي فود الصلصة دي عاملة 9 جنيه عليها خصم ربع جنيه، فتعبوا بصراحة. بس هي عامة حاجتهم حلوة، يعني حاجتهم كويسة جدا. بس دي المستعيرات بتاعتي طبعا، دي لسه هنا اهي. دي بقى ايه، جبت فانيليا. برضه في ناس سألتني الفانيليا اللي انا بجيبها السايبه دي ايه، انا بجيبها كده من فتح لنا فانيليا خام. العلبه دي كده عامله 4 جنيه، بس طبعا بتبقى كتير جدا لان هي خام، انت مش بتحطي ايه منها كتير، يعني انت بتحطي يا دوبك حاجات بسيطه. طبعا يعني ده عشقي كلين كلير. اي منتج غسول، اي غسول في كلين كلير انا انا استخدمته بجد، كل منتجاته تحفه اللي هي الغسول. فانا كنت بجيب نوع كده اخضر اللي هو الحبيبات الخضراء، بس انا مش لاقيه، يعني بقالي فتره كبيره قوي بدور عليه بصراحه مش لاقيه. وجبت واحده فيرند لافلي لان انا بحبه برده، هوريكم النوع اللي خلص من عندي ومش لاقيه. اهو برضو كلين كلير، شايفين اهو فوق ده برضو تحفه جدا، وبشرتي متعوده عليه. بس بصوا فاضل حبه صغيرين كده، دايخه عليه بجد مش لاقيه. فجبت بداله بقى دوت، برضو جربته قبل كده جميل جدا طبعا، فريند لافلي زي ما وريتكم. وجبت بقى ايه سباركل الاخضر، شايفين؟ عايزه اقول لكم السباركل ده سحر بجد جميل جدا، بس اللي يجربوا الاتنين مع بعض. يعني مثلا جبتي شامبو اخضر يبقى الزيت معاه الاخضر بتاعه، جبتي شامبو البامبي يبقى الزيت برضو قصاده الجولد، يبقى الزيت قصاده جولد. ده للشعر الجاف بس حلو جدا وبيجيب نتيجه في الشعر بسرعه. والزيت دوت بصوا مش بيزيت الشعر كده، عامل زي الميه، لان هو منك اقرب زيت لزيوت الجسم. بصوا عاملين زي الميه ازاي، ما بيزيتش ولا بيبان اصلا. ده غير ريحته، ريحته تحفه جدا. الاثنين دول كده مع بعض عاملين 32 جنيه. عشان اللي حابب يجربه يعني او يستخدم. بس كده دي كانت مشترياتي النهارده من فتح الله. خلاص لسه بقى فاضل لي طبعا الهم الكبير، مشترياتي في السوق من خضار وحاجات كده يعني. خلاص بقى الفراخ والخضار والفواكه والحاجات دي تمام. فانا خلاص خلصت مشترياتي الشهر ده من فتح الله، ماشي. انا ان شاء الله من غير شهر مش رايحه فتح الله الشهر التاني، كفايه فلوس انا دفعتها كده يعني. بس كده حبيت بس النهارده اوريكم العروض عشان والاسعار عشان اللي حابب ينزل يشتري حاجه. خلاص انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
استنوني بقى في الجزء التاني من مشترياتي بكرة ان شاء الله، حاجة السوق وازاي ان انا بنظم حاجتي واتعب فيها مرة واحدة بس في الشهر وبرتاح طول الشهر كله. يلا انزلوا زي ما قلتلكم، فعلوا الجرس وعملوا اللايك وحطوا كومنت حلو كده زيكم واشتركوا في القناة. خلاص يلا بقولكم تصبحوا على خير عشان انا مستجاية بجد من فتح الله ومهدودة. يلا باي باي.